قامت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور بتنظيم الحركة المرورية على جميع شوارع مدارس المملكة من خلال خطة مرورية. تأتي هذه الخطة لضمان انسيابية وتوفير السلامة المرورية للحفاظ على أرواح الطلبة، فيما أشادت الإدارة العامة للمرور بالتعاون والالتزام بإرشادات المرور من قبل أولياء الأمور. تفاصيل أكثر مع إيمان شرف. ما أن يخرجوا من بيوتهم بلباسهم المدرسي الموحد لتستقبلهم الحياة داخل أسوار المدرسة، وهم يتطلعون لعام دراسي جديد يتكلله النجاح. فمع بداية العام الدراسي وضعت الإدارة العامة للمرور خارطة طريق مليئة بتعليمات واضحة كفيلة بأن توصل الطالب إلى مدرسته وإلى بيته بسلام. وزارة الثقافة المرورية أعدت فريق عمل توعوي مكثف موزع على جميع المدارس الحكومية والخاصة. طبعا هدفنا نشر الوعي والثقافة المرورية، يتم من خلاله توزيع المطويات الخاصة ببعض السلوكيات اللي يقوم بها بعض السواق. هذا من جانب. من جانب آخر يتم توزيع أيضا مطويات الخاصة بالطلبة، خصوصا المشاريع اللي تنفذها إدارة الثقافة المرورية طوال العام الدراسي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. في وسط الأحياء وما يوجد لها إلا منفذ واحد، فعشان كذي دائما هنا عندنا مخاطبات مع إدارة المرور، وبالتالي إدارة المرور يعني دائما تجاوب إيجابي معنا في توفير الطاقم الكامل لبناتنا والنظام حق سير النظام داخل المدرسة. بالنسبة حق مدرسة المستقبل دائما لها بيكون هني ترتيبات بداية العام الدراسي وخاصة مع إدارة المرور، وطبعا سلامة بناتنا هي من أولوياتنا. تكثف التواجد المروري عند المدارس في جميع محافظات المملكة، وتسير الدوريات لمراقبة الحركة المرورية على الشوارع خاصة في وقت الذروة في الصباح الباكر ووقت الظهيرة من أولويات ما عملت عليه الإدارة العامة للمرور. أسعدنا تواجد رجال المرور تنظيم حركة السير، واحنا جدا سعداء لتواجدهم لتنظيم الحركة. أتمنى حقيقة تعاون السواق مع رجال المرور لتسهيل الحركة ولتخفيف الازدحام. صراحة نشوف في بعض السواق يوقفون خط ثاني أو يوقف ويسبب ازدحام قدام المدرسة، فأتمنى من الجميع الالتزام بقواعد المرور وأساس تكون الحركة سهلة للجميع. تواجد المرور نتمنى أنه يكون على طول هاللون ويكون التنظيم على طول وسلس ويمشون السير أول بأول. أتمنى من أولياء الأمور أنه يوم من وقت ويسبقون على أساس أنه ما حد يتأخر ولا يأخرون أحد. نفذت الإدارة العامة للمرور مشروع تأهيل حراس المدارس وشرطة المجتمع لتنظيم الحركة المرورية عند بوابات المدارس وكيفية المحافظة على أرواح الطلبة وعمل دورات لسواق نقل الطلبة وتوزيع مطويات مرورية توعوية على أولياء الأمور. تدابير وإجراءات تقوم بها وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور من أجل تحقيق السلامة للطلبة ومن أجل عام جميل من غير حوادث. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.